بحث افتتاحي لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور أحمد علي الخفاجي، وهو بحث بعنوان الأبعاد التربوية لمنهج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في بناء الفرد والأمة. فليتفضل الأخ مقرر الجلسة لتقديم نبذة عن السيفي أو السيرة العلمية للأستاذ الدكتور. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين. نعرف بجناب الشيخ الأستاذ المساعد الدكتور أحمد علي عبود خليل الخفاجي، من مواليد محافظة كربلاء المقدسة في العام 1972. أكمل دراسته الابتدائية والمتوسطة والإعدادية في محافظة بغداد، تخرج من كلية الدراسات الإنسانية الجامعة قسم القانون في النجف الأشرف. حصل على درجة الماجستير في القانون العام من كلية القانون والعلوم السياسية جامعة الكوفة في العام 2010. اشتغل بالتدريس في كلية الشيخ الطوسي الجامعة في النجف الأشرف ابتداء من العام الدراسي 2011-2012. حصل على درجة الدكتوراه فلسفة في القانون العام في كلية القانون جامعة بابل عام 2015. يشغل حاليا منصب عميد كلية القانون في جامعة الكفيل الموقرة. كتب العديد من البحوث القانونية في الشأن القانوني العراقي، وله مقالات في مجال حقوق الإنسان، نشرت له العديد من البحوث في المجلات والدوريات العراقية المحكمة وغير المحكمة. شارك في العديد من المؤتمرات العلمية الجامعية داخل العراق وخارجه. شارك أيضا في كثير من الدورات في الإدارة والتخطيط والموارد البشرية والتنمية المستدامة. أقام العديد من الندوات وورش العمل والحلقات النقاشية والمحاضرات التي تتعلق بالثقافة القانونية والتي تعالج الواقع العراقي. هذا غيظ من فيض لباحثنا الموقر، فليتفضل بتقديم بحثه. قبل أن يبدأ فضيلة الشيخ الدكتور بتقديم بحثه، أرجو منه ومن الأساتذة الذين سيقدمون بحوثهم لاحقا الالتزام بالوقت بما لا يتجاوز 20 دقيقة، ليتيح المجال للمداخلين أو المتداخلين لتقديم ما لديهم. شكرا جزيلا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في البدء شكرا جزيلا للسيد رئيس الجلسة والسيد مقرر الجلسة. الحمد لله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، ثم الصلاة والسلام على من اختارهم هداة لعباده، لا سيما خاتم الأنبياء وسيد الرسل والأصفياء أبو القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وعلى آله الميامين النجباء. السادة الحاضرين، مع حفظ الألقاب والمقامات والمراتب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله. في البدء أتقدم بالشكر الجزيل والثناء الجميل للأمانة العامة للعتبة العباسية المقدسة، ممثلة بالمتولي الشرعي للعتبة حجة الإسلام والمسلمين سماحة السيد أحمد الصافي دام عزه، وجميع منتسبي العتبة العباسية المقدسة. والشكر موصول لرئاسة جامعة العميد ممثلة بالسيد رئيس الجامعة وكافة منتسبيها لرعايتها واحتضانها هذا المؤتمر المبارك، سائلاً الباري عز وجل مزيداً من التألق والعطاء والنجاح تحت ظل راية سيدنا ومولانا أبي الفضل العباس عليه السلام. اسمحوا لي أولاً أن نستنير بحديث لمولانا الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، إذ قال: أعرف الناس بحقوق إخوانه، وأشدهم قضاء لها أعظمهم عند الله شأنا.
لقد خلق الله الإنسان وزوده بعنصري العقل والإرادة، فبالعقل يبصر ويكتشف الحق ويميزه عن الباطل، وبالإرادة يختار ما يراه صالحا له ومحققا لأغراضه وأهدافه. وقد جعل الله العقل المميز حجة له على خلقه، وأعانه بما أفاض على العقول من معين هدايته، فإنه هو الذي علم الإنسان ما لم يعلم، وأرشده إلى طريق كماله اللائق به، وعرفه الغاية التي خلقه من أجلها، وجاء به إلى هذه الحياة الدنيا من أجل تحقيقها. وأوضح القرآن الحكيم بنصوصه الصريحة معالم الهداية الربانية وآفاقها ومستلزماتها وطرقها، كما بيّن لنا عللها وأسبابها من جهة، وأسفر عن ثمارها ونتائجها من جهة أخرى. ومن هنا اقتضت سنة الهداية الربانية أن يسند عقل الإنسان عن طريق الوحي الإلهي، ومن خلال الهداة الذين اختارهم الله لتولي مسؤولية هداية العباد، وذلك عن طريق توفير تفاصيل المعرفة وإعطاء الإرشادات اللازمة لكل مرافق الحياة. وقد حمل الأنبياء وأوصياؤهم مشعل الهداية الربانية منذ فجر التاريخ وعلى مدى العصور والقرون، ولم يترك الله عباده مهملين من دون حجة هادية وعلم مرشد ونور مضيء، كما أفصحت نصوص الوحي مؤيدة لدلائل العقل بأن الأرض لا تخلو من حجة لله على خلقه. وقد توج الله جهودهم وجهادهم المستمر على مدى العصور برسالة خاتم الأنبياء محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، وحمله الأمانة الكبرى ومسؤولية الهداية بجميع مراتبها، طالباً منه تحقيق أهدافها. وقد خطى الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله في هذا الطريق الوعر خطوات مدهشة، وحقق في أقصر مدة زمنية أكبر إنتاج ممكن في حساب الدعوات التغييرية والرسالات الثورية، وكانت حصيلة جهاده وكدحه ليل نهار تقديم رسالة كاملة للبشرية تحتوي على عناصر الديمومة والبقاء، وتكوين أمة مسلمة تؤمن بالإسلام مبدأ وبالرسول قائدا وبالشريعة قانونا للحياة. ومن هنا كان التخطيط الإلهي يحتم على الرسول صلى الله عليه وآله إعداد الصفوة من أهل بيته والتصريح بأسمائهم وأدوارهم ليتسلم مقاليد الحركة النبوية العظيمة والهداية الربانية الخالدة بأمر من الله سبحانه وتعالى، وصيانة للرسالة الإلهية التي كتب الله لها الخلود من تحريف الجاهلين وكيد الخائنين، وتربية للأجيال على قيم ومفاهيم الشريعة المباركة. وتجلى هذا التخطيط الرباني فيما نص عليه الرسول صلى الله عليه وآله بقوله: إني تارك فيكم الثقلين، ما إن تمسكتم بهما لن تضلوا، كتاب الله وعثرتي، وإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. وكان أئمة أهل البيت صلوات الله عليهم خير من عرفهم النبي الأكرم صلى الله عليه وآله بأمر من الله تعالى لقيادة الأمة من بعده. وتبلورت حياة الأئمة الراشدين في استمرارهم على نهج الرسول العظيم وانفتاح الأمة عليهم والتفاعل معهم كأعلام للهداية ومصابيح لإنارة الدرب للسالكين المؤمنين بقيادتهم، فكانوا هم الأدلاء على الله وعلى مرضاته، والمستقرين في أمر الله والتامين في محبته، والذائبين في الشوق إليه، والسابقين إلى تسلق قمم الكمال الإنساني المنشود. وهنا أستطيع القول أنه لا يستطيع المؤرخون والكتاب أن يلموا بجميع زوايا حياتهم العطرة ويدعوا دراستها بشكل كامل. ومن هنا
فإن إقامة مثل هكذا مؤتمرات ومحافل علمية إنما هي إعطاء قبسات من حياتهم ولقطات من سيرتهم وسلوكهم ومواقفهم التي دونها المؤرخون. ويتناول هذا المؤتمر المبارك منهاج أئمة أهل البيت عليهم السلام في تربية الفرد والأمة، وقد تشرف بالإمام الحسن بن علي المجتبى عليه السلام ثاني أئمة أهل البيت عليهم السلام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله، وهو المعصوم الرابع من أعلام الهداية، والذي تمثلت في حياته كل جوانب الشريعة روحاً وعملاً وسلوكاً. إنه سبط رسول الله صلى الله عليه وآله وسيد شباب أهل الجنة، وأحد اثنين انحصرت بهما ذرية رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، فكان مثلا أعلى ونبراسا مضيئا يشع إيمانا وطهرا وبهاء. وستقتصر هذه الأوراق البحثية على الأبعاد التربوية لمنهاج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في بناء الفرد والأمة. فمما لا يخفى على أحد أن للتربية أثر كبير في بناء المجتمع بناءً تربوياً وعقائدياً، وقد اعتنى المسلمون بذلك من خلال المؤلفات الكثيرة التي حاولت بيان العلاقات بين الأفراد داخل المجتمع الواحد وأهميتها وأثرها الفردي والاجتماعي. وأن ما يتعلق بالإمام الحسن المجتبى عليه السلام وما ورد عنه من أبعاد تربوية في بناء الفرد والأمة وصلاحهما فهي كثيرة، ويمكن أن يلحظ ذلك بوضوح من خلال عبادته وحلمه وعفوه وكرمه وجوده وتواضعه وزهده. وبالنظر لضيق الوقت سوف أقتصر على خطة الورقة البحثية، وإلا هي الورقة البحثية أكثر من هذا بكثير، فقد تم تقسيم هذه الورقة البحثية على مقدمة وأربعة مطالب. فكان المطلب الأول بعنوان دور عبادة الإمام عليه السلام في بناء الفرد والأمة، وتناولت في المطلب الثاني دور حلم الإمام عليه السلام وعفوه في بناء الفرد والأمة، واقتصر المطلب الثالث على دور كرم الإمام عليه السلام وجوده في بناء الفرد والأمة، وخصصت المطلب الرابع لدور تواضع الإمام عليه السلام وزهده في بناء الفرد والأمة. وختمت هذه الورقة البحثية بخاتمة تضمنت أهم النتائج والتوصيات التي تم التوصل عليها. فمن أهم تلك النتائج التي توصلت إليها الورقة البحثية هذه، أولاً كان الإمام الحسن عليه السلام آية في الخلق الإنساني والرفعة وحسن الأخلاق، ما رآه أحد إلا هابه، ولا خلطه إنسان إلا أحبه، ولا سمعه صديق أو عدو يتحدث أو يخطب إلا أحب أن يصغي إليه حتى ينهي حديثه. فلقد جسد الإمام الحسن المجتبى عليه السلام المثل والأخلاق السامية، وكانت أخلاقه نموذجاً للأخلاق التي دعا إليها القرآن الكريم من فضائل وطاعات وخلق حسن ومحبة وحلم وجود وكرم، وعرف عنه تواضعه وزهده وتقبله للآخر. وهذه كلها من سمات السلوك الإنساني الرفيع والذي له بالغ الأثر في تربية الفرد والأمة. ثانياً، لقد ترك الإمام الحسن المجتبى عليه السلام من الثروات الفكرية والأخلاقية والاجتماعية
ما يتميز بخصائص علمية، وهو خير نتاج أصيل في الفكر الإنساني لغرض إصلاح الفرد والأمة وتهذيبهم وإقامة الوعي الأخلاقي والاجتماعي بينهم. ثالثاً، إن السيرة المعطاءة والمواقف الوضاءة لأئمة أهل البيت عليهم السلام، ولا سيما الإمام الحسن المجتبى عليه السلام، مجال خصب للتعريف بالإسلام الأصيل، شريطة أن تؤخذ من مصادر أمينة محافظة على الثوابت الإسلامية عند نقلها، ويكون الباحث في جزئياتها محترما لعقله. أما أهم التوصيات، وسوف نقتصر على بعض منها أيضا، التوصيات التي خرجت بها هذه الورقة البحثية، فكان من أهمها أولا نوصي بضرورة إعداد دراسات تبحث في السيرة الوضاءة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام، وعدم الاقتصار على جانب معين من حياته عليه السلام أو مواقفه، وهنا أقصد التركيز اللي يكون على الإمام الحسن في قضية الصلح. كثير من الكتاب، أغلب الكتاب، يقتصرون على هذه الجزئية. النقطة الثانية من التوصيات، نوصي بضرورة إبراز منهاج الإمام الحسن المجتبى عليه السلام في حماية حقوق الإنسان وحرياته الأساسية وتعزيزها، بالإضافة إلى دوره الكبير عليه السلام في تبلور الإيمان والصبر والتقوى التي هي قوام الإنسان المؤمن بربه وبدينه وبنبيه. النقطة الأخيرة من التوصيات، ضرورة العمل على ترسيخ قيم الاحترام والمحبة بين الناس، والتحلي بالصبر والتواضع فيما بينهم، وذلك تأسياً بالسيرة الوضاءة للإمام الحسن المجتبى عليه السلام. وأنهي حديثي وأستغفر الله لي ولكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحسنتم جناب الشيخ الأستاذ الدكتور على هذا التلخيص الذي نأمل أن يكون وافياً، وطالما أنتم الآن على المنصة، أرجو ممن يود التداخل مع ما قدمه فضيلة الدكتور فيعرف بنفسه، وأرجو إيصال المايك إذا أمكن. السلام عليكم. بسم الله والحمد لله، وسلام على عباده التعريف بالأذن. نعم، الدكتور علي كاظم، موفد جامعة واسط. لدي سؤال وطلب وهامش. السؤال: أما آن الأوان لعمل مؤسسي على نحو ما أنجز في الإمام الحسين، أن تكون هنالك موسوعة وافية شاملة للإمام الحسن عليه السلام، وأعني بالعمل المؤسسي أن تكون هنالك لجنة وليست أعمال فردية مجمعة. وكما تعلمون أن الأبحاث وصلت أو جاوزت المئات في الإمام الحسن، ولكنها مفرقة في جامعات مثل القادسية وبابل وغيرها، وهذا المؤتمر الثاني. فحبذا لو تنظر اللجان، وأشار الباحث إلى شيء من ذلك، في تشكيل لجنة تضع ضوابط وأسس وتدعو المختصين لكل ما قدمه الإمام الحسن أو وصلنا، وما كتب عنه وما ألف فيه، يكون نواة لجمع شامل. هذا أولا. أما الهامش، فقال سماحة الشيخ: انحصرت ذرية رسول الله في طريقين، يعني الحسن والحسين. أقول: ألا تعد ذرية الحوراء زينب كما عدت ذرية فاطمة؟ هذا هامش. وأخيرا
أترك الطلب الآخر وأثني على المؤتمر بكل من قدم فيه، جزاكم الله خير وبارك الله بسعيكم. شكرا جزيلا للمتداخل الدكتور علي كاظم. حقيقة نتمنى من المتداخلين أن تكون مداخلاتهم ضمن حدود البحث، هناك أمور كثيرة يمكن أن تطرح لكن ربما لا يكون مقامها في هذه الجلسة. شكرا لكم. إذا كان هناك تعليق لجناب الدكتور. شكرا جزيلا جناب الدكتور أحمد. شكرا جزيلا جناب الدكتور. فيما يتعلق بالنقطة الأولى أن تكون هناك موسوعة، أنا أشد على يد الدكتور وأتمنى ذلك، لكن هذا في الحقيقة عمل يعني مؤسساتي ويحتاج إلى مؤسسات، وإن شاء الله البركة يعني بالمؤسسات الموجودة، ونسأل الله أنه ترى النور إن شاء الله. النقطة الثانية أنه انحصرت ذرية النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم في الإمامين، أنه جرى العرف أن تكون الذرية على الذكور دون الإناث، فلذلك إحنا مو يعني نسينا ذرية السيدة زينب سلام الله عليه، لكن العرف ده جرى أنه الذرية على الذكور دون الإناث إن شاء الله. شكرا جزيلا جناب الدكتور. إن كان هناك متدخل سماحة الشيخ إذا أمكن تعريف بالاسم. بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الشكر لرئيس الجلسة ولمقررها وللباحث سماحة الشيخ الدكتور. كنت أتمنى على جناب الشيخ الدكتور أن يفصل في المطالب التي جعلها للبحث. أتصور جيدا أنه 20 دقيقة كانت كافية لأجل تسليط الضوء على المباحث أو على المطالب الأربعة التي جعلها للبحث دون الاستغراق بالمقدمات التي ذكرها للبحث. فبالحقيقة أنا لم أكن يعني لدي تصور عن البحث بمطالبه الأربعة. هذا إضافة للمداخل لسماحة الشيخ ولما تفضل به الدكتور من جامعة واسط أنه مركز الإمام الحسن في النجف بالحقيقة قطع شوطا كبيرا في جمع شتات كل ما كتب عن الإمام الحسن، واستنفذ تقريبا جميع ما ينبغي تسليط الضوء عليه. وشكرا لكم مرة أخرى. أحسنتم جناب الشيخ. طبعا لا شك أن سر الإمامة وسر الأئمة أنهم مصدر ثر لكثير مما يقال. الإمام الحسين عليه السلام موسوعة كبيرة ولم ينفد الإمام الحسين، وكل من الأئمة في حقيقته يمكن أن تكتب به موسوعات ولن نستنفد ذلك. شكرا لمداخلتكم. إن كانت هناك مداخلة أخرى. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. جناب الشيخ نشكر الباحث الموقر على بحثه. أنا كنت أتوقع من هذا العنوان أن تطرح هناك معالم المنهج التربوي للإمام الحسن، النقاط التي عنونت كمطالب لا تعكس هذا المحتوى وهذا المضمون، وإنما هي عناوين أخرى تتعلق بالتراث والفكر العام بالنسبة للإمام الحسن، أما خصوص المنهج التربوي هذا أمر. والأمر الآخر للإمام الحسن سلام الله عليه حيثيات، حيثية أنه إمام معصوم، وحيثية أنه خليفة وحاكم. يرجى عند التعرض إلى المنهج التربوي أن يشار إلى هاتين الحيثيتين، من حيث هو حاكم وسلطان ومن حيث هو إمام. كذلك التفرقة بين المنهج التربوي للفرد والمنهج التربوي العام للأمة. وشكرا. أحسنتم سماحة الشيخ. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. طبعا بالنسبة لجواب الشيخ عدران، يعني قضية أنه التفصيل في المطالب الأربعة يحتاج إلى وقت، وكما هو العادة في المؤتمرات العلمية وبروتوكولات المؤتمرات العلمية أنه يعطى وقت قليل لإعطاء ملخص للبحث، وإلا البحث ما أقدر أنه ألم به في خلال 20 دقيقة.
فلذلك أنا اقتصرت فقط على خطة البحث، واللي هو البحث موجود وفيه مطالب أربعة، لكن الخوض أو التفصيل بها يحتاج إلى وقت، وقد ما يتناسب ويا الوقت المسموح به لي. شكرا جزيلا سماحة الشيخ. أما شيخنا الجليل فيما يتعلق بالأبعاد التربوية، إحنا يمكن أن نستسقي الأبعاد التربوية من خلال حياة الإمام، من خلال عبادة نطلع بنتائج أو بأبعاد تربوية تعكس دور الإمام في تربية الفرد والأمة. شكرا جزيلا جناب الدكتور. شكرا جناب الدكتور. إن كان هناك متداخل أخير، إذن سأكون أنا المتداخل الأخير حقيقة. عفوا، تفضل تفضل. شكرا جزيلا جناب الشيخ، شكرا جزيلا إتاحة الفرصة. من خلال عنوان البحث الإثنينية بين الفرد والأمة، يعني ما مفهوم الأمة التي توجه لها أوامر بمفهومها كونها أم؟ هل الأوامر الموجهة للأفراد كفرد فرد هي التي تصنع الأمة؟ بالتالي ما معنى أن تكون الأمة لها توصيات شيء يعني تفترق عن موضوع الفرد؟ فمفهوم الأمة وحدودها وكيفية أنه توجه إليها الأوامر أو تربيتها. شكرا جزيلا جناب الدكتور. هنا عندنا يعني مصطلحين ركزت عليهم هذه الورقة البحثية، هي الفرد، والمصطلح الثاني هي الأم. مرة نبحث بالأبعاد التربوية أو كما سميتها بالأوامر على الفرد من حيث هو فرد أو شخص في شخص واحد في المجتمع، كيان واحد في المجتمع، ومرة أخرى نركز على تلك الأبعاد من حيث المجتمع أو نعبر عنها بالأمة، مرة من حيث هو فرد قائم في هذا المجتمع، ومرة أخرى المجتمع برمته بأكمله وهو ما يعبر عنه بالأمة إن شاء الله. شكرا جزيلا جناب الدكتور. شكرا جزيلا للمتداخل، وشكرا جزيلا للأستاذ الباحث. حقيقة إن كان هناك متداخل أخير، إذن حقيقة العفو جناب الدكتور، المايك إذا أمكن. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الدكتور عبد الباقي الخزرجي، عضو مجلس أمناء بيت الحكمة. تحية وتقدير للدكتور للبحث. دكتور، أعتقد يعني أكو فجوة بين العنوان وبين المضمون، ربما يعني لم تقدم من المضمون ما يتسق وينسجم مع العنوان، يعني كنت يعني متوسعا في المقدمة وموجزا ومختصرا في المضمون، فلذلك أعتقد أنه الأبعاد التربوية اللي تفضلت بها وتحدثت بها لم تنعكس في وقت الإمام الحسن على الأمة وليس على الفرد، يعني حتى على الفرد والأمة، والدليل ما حدث من أحداث في زمن الإمام الحسن. المفروض البحث يعالج هذه الأشياء، يعني ما أسباب الفشل مثلا؟ يعني الإمام الحسن قدم منهج تربوي للحوار مع المختلف ضمن الأمة والمختلف ضمن الأفراد. أعتقد أن فكرة الحوار لأول مرة اللي قدمها الإمام الحسن هي أحد الأبعاد التربوية مثلاً، اللي قدمها كجزء من منهج. حقيقة لم يشر البحث إلى هذا الجانب المهم، يعني ويربط بفكرة الصلح، يعني الجانب الإيجابي من فكرة الصلح، فكرة السلام، يعني الدعوة إلى السلام. وأيضاً هذه فكرة هي من الأبعاد التربوية اللي تدخل ضمن أعتقد مضمون البحث. تحياتي وتقديري لك. شكرا جزيلا. حقيقة لا شك أن الباحث في خلاصته لا يمكن أن يقدم جميع ما يتضمنه بحثه من مضامين، لكن هذا لا يعفيه من التركيز على القضايا الأساسية والمهمة. حقيقة أنا كانت مداخلتي أيضاً
تضاف إلى ما تفضل به الأساتذ. ولا بأس من السؤال: ما المنهج الذي اعتمده الإمام الحسن عليه السلام في تعامله مع الفرد والمجتمع؟ وكيف نقرأ ما جرى على الإمام الحسين عليه السلام بعد ارتقاء الإمام الحسن عليه السلام؟ لابد أن يكون هناك أثر للإمام الحسين على الأقل في مجموعة قريبة منه، إن لم نقل في المجتمع كله، لكن يبدو أن البحث أو الوقت لم يتح للباحث ليقدم هذه الأمور. شكرا جزيلا لكم وشكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا.